برج العرب على الهواء مباشرة. يا شريف يا فاروق، قولوا لي ايه اخر الاخبار عندكم، اخر الكواليس وبرنامج فريق النادي الاهلي النهارده حتى موعد انطلاق المباراة، اتفضلوا. في كل مكان لا صوت يعلو فوق صوت القمة 118، حالة من التركيز، حالة من الثقة، حالة من التفاؤل تسود المعسكر الأهلاوي. زيارة الكابتن محمود الخطيب للفريق النادي الأهلي في مقر الإقامة، وزيارة الكابتن وائل جمعة والكابتن طارق العشري أضفت الكثير والكثير من الثقة لكل لاعبي وأفراد الجهاز الفني في النادي الأهلي. النادي الأهلي يستعد بكل قوة، الهدف طبعا لكل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني استكمال لفرحة الدوري وتحقيق الفوز على نادي الزمالك في القمة 118. كالعادة الأهلي يجلس في المنطقة الدافئة وهي قمة الدوري، ونادي الزمالك بيحتل المركز الثاني. هرحب طبعا بزميلي شريف شعبان، وعايز أشكره وأحييه على المجهود اللي بذل في اللقاء الأخير، لقاء التتويج أمام المقاولون العرب اللي انتهى بفوز النادي الأهلي 3 أهداف مقابل هدف. شريف بحييك وبشكرك على الأداء والمستوى اللي قدمته في لقاء والتغطية الجميلة اللي تابعناها كلنا، ومن خلال برضو هذا الموقف عايزين نشكر كريم أحمد على مجهوده على مدار الموسم. مرحب بيك وبرحب طبعا بزميلي أمير، وتحياتي ليه، تحياتي طبعا وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. الحمد لله شغل عمل جماعي من أول طبعا رئيس القناة، يعني الحمد لله في تعاون كبير، كان توفيق ربنا موجود الحمد لله على التغطية، وبإذن الله النهاردة يكون في تغطية ولا أروع ولا أجمل على شاشة قناة النادي الأهلي. كل ما هو جديد، كل ما هو حصري بإذن الله على شاشة قناة النادي الأهلي. بالتوفيق ليك يا أمير النهاردة بإذن الله، النهاردة بالتوفيق كمان لعمر ربيع سيم، بالتوفيق للنجم طبعا الكابتن إسلام الشاطر، بإذن الله النهاردة يكون مباراة للنادي الأهلي ولا أروع ولا أقوى بإذن الله. الأهلي يفوز بالقمة رقم 118 عشان نسعد جميع الأهلاوية زي ما عودناهم على مدار الموسم. وطبعا أنت عامل شغل كويس النهارده في او بقالك 3 4 أيام في المعسكر، تغطيه ولا اروع، بلاج النادي الاهلي في مارينا، لقاءات مع المدربين، لقاءات مع وزراء، بهنيك وباذن الله النهارده مشاهدي قناه الاهلي يستمتعوا النهارده بالتغطيه الخاصه اللي هتبقى على شاشه قناه النادي الاهلي، شاشه الانفراد دائما. يعني ان شاء الله استاذ شريف كلنا نقدم النهارده صوره تليق بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. بنقول لكل جماهير النادي الاهلي انتظروا كل الكواليس، كل الحصريات، كل اخبار القمه 118 ما بين الاهلي والزمالك فقط هتلاقوها على قناه النادي الاهلي. فاروق تحيه ليك يا فاروق. زميلي بعد اذنك يا فاروق، عايز اعرف اخر الاخبار عندك واخر الكواليس. اتفضل يا كريم. واخر الاخبار اخر الكواليس عندك واستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه وبرنامج الخاص بالفريق النهارده. طبعا انتم مشكورين بشكل كبير جدا على المجهود اللي انتم بتبذلوه في الحقيقه على مدار الموسم بشكل كامل، معاكم كمان المخرج محمد دكروري، واكيد عاملين شغل كويس، لكن الاهم دلوقتي جمهور النادي الاهلي عايز يسمع يعرف اخر اخبار الفريق ايه قبل ساعات من انطلاق القمه، اتفضل. النهارده يعني لو هنسترجع اخر المرحلة الأخيرة عقب لقاء المقاولون العرب، تم فرض حالة من التركيز أكتر على فريق النادي الأهلي من أجل الاستعداد للقمة 118. كابتن سيد عبد الحفيظ بالأمس فرض نوع من السرية على تمرين النادي الأهلي، زي ما اتكلمنا على حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا حضور الكابتن وائل جمعة. نقدر نقول القمة قد يكون فيها بعض المفاجآت النهاردة. جميع لاعبي النادي الأهلي أمير أجمعوا على ضرورة إسعاد جماهير النادي الأهلي، والكثير منهم لديه الكثير من الخبرات، يعلم قيمة لقاءات الأهلي والزمالك بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. كل الجماهير النهاردة مستعدة، عندها ثقة كبيرة جدا في اللاعبين. القمة على الورق تقدر تقول متكافئة، يعني نقدر نقول برضو ان احنا قمة متكافئة، ولكن يعني نقدر كفه النادي الاهلي قد تكون ارجح في بعض العوامل، الحاله المعنويه المرتفعه جدا عند لاعبي النادي الاهلي، اكتمال صفوف لاعبي النادي الاهلي، الاستقرار الفني والاداري، اعتقد يا شريف كلها امور ترجح كفه النادي الاهلي النهارده في هذا اللقاء. مظبوط طبعا زي ما قلت زميلي فاروق، وطبعا زي ما قال زميلنا امير، الاهلي بيستعد لهذه المباراه مواجهه قويه باذن الله. الاهلي اهلا لها باذن الله، الاهلي مستعد، الاهلي اهدى النهارده في مباراه القمه. يمكن النهارده الاهلي فطر الساعه 10 الصبح، اتغدى الساعة 1:30 الظهر،
والساعه 5 هيكون في يعني وجبه خفيفه في كيك وعسل وشاي، وبعد كده محاضره فنيه اعلان التشكيل على ملعب برج العرب 6:15. مظبوط بالظبط بالفعل يا زميلي امير. الفريق هتوجه ان شاء الله لملعب برج العرب في تمام الساعه 6:15 ان شاء الله. نتمنى مباراه تكون تسعد كل الجماهير الاهلاويه، وزي ما قلت في بدايه حديثي معاك الاهلي على يعني كالعاده على القمه او في المنطقه الدافئه وهي منطقه القمه المحببه لكل الأهلوية والكل جماهير النادي الأهلي. نادي الزمالك الوصيف صاحب المركز الثاني يهمه إحراز فوز على النادي الأهلي، ولكن بمشيئة الله إن شاء الله كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي ولجهازهم الفني وإسعاد كل الجماهير النادي الأهلي. أمير إحنا معاك، لو عايز أي استفسار أي معلومة إحنا معاك. فظيع فاروق صلاح، بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. طبعا بشكر زميلنا العزيز شريف شعبان مراسلي قناة النادي الأهلي، وتغطية مميزة لمباراة الأهلي والزمالك النهاردة قبل ساعات قليلة قوي من انطلاق هذه المباراة.